الصدر يسدده ممتازة من هذه اللقطة الممتازة المقوسة كما ينبغي من محيوس، والحارس رحماني يتعلق وضعها في الزاوية الصعبة، ولكن المتابعة من رحماني شمس عدم الاحتكاك، ثم كرة مرفوعة ابعد سيدي الكرة ما لحقش عليها يطوى، لكن كرة ضائعة من الدفاع كاد يلحق على المكان المناسب في الوقت اللي بالجلال يرفع كرة رأسية أرونا بعيدة عن الإطار. رأسية أرونا ضرب كرة بعيدة كل لعناصر فريق أمل الشباب قسنطينة لمنطقة الحارس بوفناش، كرة مرفوعة رأسية اللعب جانبية وركنية أخرى، الحكم يقول كان جانبية رأسية لعب المس الكرة، هذه الكرة الإعادة مرة أخرى والحارس هو اللي أنا تعود ترجع للعمل يسد عليه، هل سيسد؟ يسد ممتازة، كرة ضائعة وعلى مرتين الحارس بوفناش هنا يتألق أمام اللاعب جعبوط، ضاعت منه الكرة في المرة الأولى، سنشاهد السديدة هذه من بوفناش في المرة الأولى الحق عليها جعبوط، ولكن كرة طويلة والحكم بوكواسا يعلن عن نهاية المباراة بتعادل فريقين شباب قسنطينة وأمل عين مليلة بصفر.